بدون اي مقدمات خالص، مفيش اي حد فينا مش عايز ان هو يوم القيامة صحيفته تفرح قلبه اول ما يفتحها كده يفرح. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة جايب لك حديث يفرح قلبك ويقول لك سبيل فرحتك يوم القيامة اول ما تفتح صفحتك او صحيفتك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه يقول صلى الله عليه وسلم: من احب ان تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني. يا حبيبي يا أخويا يا صديقي يا نور عيوني الأمر سهل والحل سهل خالص، فليكثر من الاستغفار والذكر. عبادة الذكر أو ذكر الله سبحانه وتعالى من أسهل ومن أيسر العبادات بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت بتدفعش فيها فلوس، لأن أنت بتبذلش فيها مجهود، لأن أنت ما بتضيعش فيها وقت. لسانك شغال وانت ماشي وانت رايح وانت جاي وانت نايم وانت قايم، ما بتتعبش خالص. فكتر من ذكر ربنا، ولو عايز صحيفتك تسرك وتسر قلبك وتفرحه يوم القيامة كتر من الاستغفار. ماشي يا سيدي، اسيبك دلوقتي بقى واشوفك بكرة بإذن الله. يلا اوعى تنسى وردك اليوم من القرآن، اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام، اوعى تنسى صيام الاثنين وخميس من كل اسبوع اقتداء بحبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. يلا اشوف اشوفك على خير ان شاء الله. سلام عليكم.